ملي كيما شفتوا دابا عاد درت التحليله ومي شحال مشرف معكم هادشي ديال الحماله ديالي وقلت لماما اليوم اجي نسيني غادي نمشي ندير التحليله ديال السكر حتى دي تقريبا شي 2 سمان شكل ليا في السكر ديالي واش طالع ولا هابط قال لي دابا درت التحليله السكر ديال الحماله وجبتكم معايا اليوم دابا اول حاجه دبتنا الدم ثاني حاجه غادي نشرب قال لك واحد الكاس ديال كيكون فيه الماء جلوكوز وبغيت تكاين ليه الساعه واحد الساعه تقريبا غادي نرجع لكم باش نشوفوا النتيجه ونخليكم معنا قبل عاد نقول لكم السلام عليكم. لا قول لهم اش اجلتي ليا اجا ماما انا غادي نطيب جري يلاه سربيني دغيا عرفتي جايه كان ما نقول لكمش كيفاش جايه جات قبل جايه هي كتسناني في الاخر عاد باقا ما قدرت لا البس لا عرفتي يا مامتي عرفتي هاد الشهور الاخرين دازو صعابين كنت شويه عيانه هاد الايام. لا كنت عيانه ماشي عيانه فوق عيانه عرفتي ساكن مسكين هذا في البيبي مسكين ما عطونا بعدا ما يا ربي يجيبوا على خير هادشي ما نقول انايا يلا صحتك الفطور ديال اليوم هانتوما كاس ديال الماء فيه السكر فيه الجلوكوز ماما قالت لي كتحكي وانا دغيا ما نقلكفو لا شنو نضرب بشويه قالت لي بشويه عارف شنو عليك كنشم ما كتشم الصحة والراحة ناري دابا حد قالت لك عندك كترضيه ها المهم لا لا ما عادي ما خايبش ما لا حلو هضري مع الناس شويه باش عم نهضر خليني نكمل انت قلت لك تهضري مع الناس شويه قلت لك غادي نبلها تنكمل عاد نهضر نهضر معكم انا حتى انا مغزفه وعيطه ليا كانت جايه الجريط والخلعه نعطر هوك ونعطر هوك حياني يا بنيتي الله يسمح لنا من الوالدين يا قعده انت جربتي دابا جوج كويتات باقا كتالت فالي شربي وسكتي انا بعدا كنتلف فيك في الهضره انت خدامه تتقولي ما قدرتش شربي وسكتي هادي لك الصنداله وحادي البكري بكري كتبغي باش تفطر كنحط واحد الصنداله كتكون فرجي فوق الطاوله كتشوفها كتخلع كتفطر بس منها ايوا فطري انتيا ماشي مشكل بعدا تشوفي شنو هدا هادشي لي كيجيك دابا هاد الأيام عاشا فهمتي شنو غير شوية عاد ما كاينش شوية كون خير إن شاء الله إيوا هادي هي الدنيا الحمد لله شكرا لله إيوا نخليكم تسالي لا دير ليا شي تبويعة سدات فمك عاد يلا انا كنصور فيها ما بغيتش ما بغيتش كي ندير تنبان تنسالي نقصون تحت لا لا وكان باش انا هانتوما خدامة عرفتي الشغل 12 الصباح 12 عليا انا وهانا مسكينة جاية كنجري هانا يلا بنتي بالصحة والراحة يلا تنعاودو نرجعو ان شاء الله يلا السلام عليكم كدايرين لاباس كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا الفيديو ديالنا الجديد ان شاء الله شحال هذه ما بنت بزاف الناس اللي كتقول لي فين غاطسه فين غابره فين هذا كالعاده انتم عارفين بلا ما نجاوبكم عند نفس الجواب كنجاوب الخدمه الدار دار الخدمه وشويه العيا راكم عارفين بعد مرات الواحد كيحس براسو ماشي هو داك كي عندكم عندكم بقاش بغات تصور واحد فكرتيني بزاف كيقول لي ما عارفاك سي بقيت تصوري مع رانيا علاش ما بقيتيش باغه تصوري معايا علاش ما بقيتيش باغه ديري علاش ما بقيتيش تعلي والله ما كاينه شي حاجه من هذه الهضره غير شويه ديال الشغل وشويه على المرات داكشي انا كنكون عيانه عاوتاني ما كنصورش ورانيا راه مع اللي غيصور راه كيصور بزاف دونك هي ملي كتجي تدير شي فيديو راه ما كاين والو ملي كدير شي فيديو هكا رانا كنبان معاها ولا كتبان معاها قوسها ولا كيبان معاها الياس المهم ضروري شي واحد مونسها قالت حداها منا حنايا ممكن قلت لكم عرفتي شنو باين فيا
هادشي دابا كنطلع على كمالتي والله ما كنسمع عليك. هي طلعت انا خرجت من الطبق والله يا شي وجهي باينه في ليا عرفتو بعدا باش تعرفوا هذا نهار جديد ماشي داكشي اللي صورنا لكم البارح غيبان لكم الفرق ما بين البارح وما بين اليوم. البارح واخا هكا كان شويه باقي فيها كان وجهي زوين واخا هكا ماشي زوين كان وجهي شويه منور واخا هكا كانت غاده ما نقولش لكم واحد التحليله دازت عليا ما عرفتش قلت لإلياس زعما بديت ندير التحليله صدقت مريضه والله العظيم عرفتي التحليله ديال السكر كان قالها لي دي تقريبا شي سيمانه وزياده كثر ليكم كثر من سيمانات في دو سيمان بحال هكا وبقيت مسردة حيت واخر يعني قال لي راه حقا راه كيعطي واحد الكاس كبير ديال فيه الجليكوز مع الجليكوز قلت ناري صافي هادشي اللي قال لي صافي بقيت مخلوعه كل نهار ماما كل نهار كتقول لي يلا مشي يلا مشي معاك يلا مشي معاك نسى داكشي والو كل نهار نخرج عليها شي حاجه شي حاجه سبحان الله العظيم نيت ما بغاش ديرو هي النهار اللي دارتو زاد كملات والله العظيم عرفتي دابا شوف وجهي كنشوف طبعتي صفر بزاف ديال بصح عرفتي راه ما كلاتش والو ما كناكلش اليوم من البارح اليوم شويه دابا يلاه خرجتني ماما مشينا من الطبيب قالت لي ضروري دوزي تقسي كلي شي حاجه والله الا خديت غير كرواسه هكا مع جو ديال الفخاز هكا وصافي ما قدرتش نهائيا ناكل لا والو وهذا عطاني كما شفتوا في الفيديو راه ماما اللي صورت صراحه شويه انا ما قديتش نهائيا من مشينا عند الطبيب المهم نعاود لكم بعدا داكشي كيفاش وقع حيت شحال صراحه ما شاركت معكم هادشي ديال الحماله ديالي وبزاف منكم اللي ما عارفش المهم انا دابا راه في الثامن ان شاء الله دابا رانا في الثامن ومبقى ليا والو وكنخرج ليها التحليله ديال السكر كما قلت لكم بقيت مترده وملي كتدخلي اول حاجه كياخذوا لك الدم من يديك واحد قريعه صغيره ابخي كدوزي واحد ميم با ديك الساعه كتمشي كيشربوك داك الكاس وكمشي كاس صغيور وراه كاس راه قد هكا عامر بالماء وفيه السكر بعدا ملي قالت لي داك شفتو بحال هكا كدرتني الخلعه ما نكذبش عليكم شرب 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 ميما شرب كما شفتو في الفيديو صافي ما نكذبش عليكم عرفتي حاجاكم تروات حالتي حاله مشينا عاوتاني كدوزي واحد ساعه ونص ياك ساعه ساعه ساعات والله ما عقلت مش عارفه دخت ساعه كترجعي ورجعت عاوتاني عندهم كيدوزك التحليله عاوتاني كيدوزك التحليله وكتمشي عاوتاني ساعه وكترجعي عاوتاني عندهم كتعاودي التحليله التحليله الثالثه خرجت تحسي بحال الحال ديك العرقه العرقه كطلع معاك ديال المعده ديال الماش المعده ولا يمكن سخفت ولا ما عرفتش شنو السكر دابا ما داك لو سوكر كثير ما قديتيش عليه ما غندات ديالك ما تحملهاش واش غنقول لكم قلت لماما قالت لي ماما يلاه ما قلتي معنا في الصالون طلعت شي غدر خليني نمشي للدار مشي للدار والله الا كليت شويه الكفته كنبقيت السيده اللي عندنا ندير شويه الكفته كيشوي الكفته عرفتي من تما وانا كنموت كان ما هزيتش راسي نهائيا حتى لغد ليه وثاني حالتي حاله ما عرفت شنو وقع والله ما عرفت شنو وقع طلع من سولت على ود لي ريزولطا لقيتهم عندي ما مزيان يعني ما فهمتش شي مشكل ولا شي حاجه ولكن راه واش شفت النسبه ديال السكر ما تهضماتش بالزربه ولا حيت انا ما كناكلش بزاف داكشي سكري داكشي علاش يمكن ما عرفتش والله ما كنتش عليكم الترويعه والمعده ضراتني والدوخه كلشي كلشي تجمع عليا داكشي شوف فين عوالا نصايب لكم الفلوغ فين غادي يكون عاود نخرج انا وماما وكنت باغا نمشيو نتقداو شي حاجه من كيا بالبيبي جديد قلت لها قالت لي يلا ناخذ داكشي زعما الاولي وداكشي صدقت ما درت حتى شي حاجه جيت للدار بقيت جالسه هادشي كيوقع بعد الماتش في الفلوغ باش ما كنحطوش لكم كنلقى راسي منحط كنقول دابا ضروري والله تنقول لهم شنو وقع لي باش يعرفوني علاش كنغبر عليكم وليت يقولوا لي البنات التجارب ديالهم مع التحليله هذه ديال السكر اللي عطيوها الناس اللي عملت ما درتهاش انا لا ما طلبهاش لك لا ما طلبهاش لي يعني لا ولكن نفى هاد البيبي طلبها لك ما عرفتش علاش زعما هو الحمد لله دازت دازت دابا لقيتوني دابا عاد دخلنا للدار لا 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 هو باقي والله العظيم ما يبان لكم في وجهي راه حالته حاله واحد الصفرية صعيبة في واحد الصفرية خايبة ولكن المهم دوزناها بعدا والحاجة اللي خلاتني انه ندير التحليلة كنقول الخبز الحاجة اللي خلاتني ندير التحليلة كنقول زعما لا تكون زعما تكون في سكر الحمل وصدق في الاخر الواحد كيندم ممكن يلقى شي مشكلة في الولادة واش الله يستر اللهم الواحد كيحيدها عليه تفادى بزاف الحوايج دابا الحمد لله راه خرجت التحليلة خرجت التحليلة مزيانة ومشينا للطبيب وهي شي حاجة هي اصلا هاد الحبالة بانت لي مبدلة على ديال يعني سبحان الله والله عندها كرشة بحال هي البنت
كنا كنقولوا بنت في الاخر صدق ولد حتى ولد مزيان مزيان كلشي مزيان كلشي دوزيان بيبي يانيس كي خلى ايات في الفيديو اللي فات خلاوها ام الاولاد ام البنين ام البنين وكلشي مزيان الحمد لله اللهم لك الحمد الله يسمح لنا من الوالدين هادشي ما يقول الانسان الله يسمح لنا والله العظيم عرفتي لان عرفتي كيفاش ولات تقالت 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 لواحد الدرجات وتتحرك هكا وكتمشي هكا هكا لا لا ماشي هو هاد الشهر الاخر كيكون شويه صعيبه ماما تيكون شويه صعيبه ولكن لا هو من الاول سبحان الله تقلك واخا ماشي بيبي كانت تقيله بالنسبه لك كتحسي براسك انت تقيله ولكن ماشي بحال هكا دابا راه ما جا البيبي طايح بزاف جا طايح ماشي بحال الولاده وهي هي صراحه راه الولاده الاولى ماشي هي الثانيه والثانيه ماشي هي الثالثه راه بنادم حدو يولد ولده على ولده وكيحس براسو كيولي 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 فراجيل وصافي تمشي شويه بشويه ضروري ضروري داك الجهد ديال البيبي الاول راه ماشي هو ديال الثاني وديال الثاني حتى عاوتاني الثالث هذاك بوحدو ثاني عاوتاني كيجي اكثر المهم بغيت نقول لكم باش نعاودو ثاني الثالث كنبقى نقصها تنقول لها غادي تعاودي الثالث الثالث عاودي تعاودي وانت كتبقى تقول لي امي يمتي تنقول لها واشنو مالك ما نجاوبكش والله ما تجاوبني قد الدنيا بحال هكا كتخليني بوحدو كندوي تنقول لها كتقول لي واحد ما دابا قولي كتقول لي حلمي حلمي المهم بلات بغيت نقول لكم المهم ان شاء الله هذا الشهر هذا نتمنى غادي يكونوا فيديوهات زوينين مع ماما ان شاء الله المهم بنات بغيت نقول لكم المهم هذا الفيديو بدا غير باش بغينا ندردشوا معكم ونهضروا معكم باش تعرفوني رانا باقا وتعرفوا راه المهم بزاف ديال البنات اللي كيبقاو يسولوا فيا كيقول راني غبرتي علينا المهم راه كنغبر ما كنبغيش كل مره نخرج فيديو رانا عيانه رانا مريضه رانا هادي والله ما حتى هو اللي كان ولكن قلت نشارك معكم ونشاركوا معكم التجربه هذه ديال هاد التحليله هذه وتقولوا لي في لي كومونتير واش نتوما واش طرا لكم نفس الحاجه وبغيت نقول لكم تسناو ان شاء الله في الفيديوهات الجايه غنبداو معكم التحضيرات ديال البيبي الجديد ديال الولاده اي حاجه ان شاء الله ما زدنا شي حاجه جديده وش حاجه وباقي ان شاء الله غادي نصايب البيت للوليدات صافي دابا غادي نقول لكم الوليدات البيت للوليدات غنشارك معكم وحتى البيت ديالي البنات رانا كنصلحوا وغادي نشاركوا معكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه وبغيت نقول لكم تهلاو في راسكم وتوحشتكم بزاف وداكشي اش طليت عليكم اليوم واخا درنا لكم فيديو خفيف ظريف القلب طليله غير طليله هذه طلينا عليكم باش كوم سا تكون نبقاو نتوما مفكرينا وحنا مفكرينكم وتهلاو ليا في راسكم وبيزو حتى ان شاء الله فيديوهات جديده الفيديوهات الجايين ان شاء الله بيزو باي باي, باي, باي عليكم تهلاو ليا في راسكم